بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول: هل يجوز لي أن أحضر إلى وليمة علما بأنه سيكون هناك تصوير لكنه ليس أمام الناس وأمام الحاضرين؟ إذا علمت بالتصوير فلا يجوز لك هذا، لأنك رضيت به ولم تنكره، فلا تحضر إلا بشرط أنهم يمنعون التصوير. نعم.